بننتقل لخبر آخر. الخبر هو عن وزارة الداخلية، هناك إعلان القبض على 13 من عناصر عفاريت دمنهور. ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على 13 متهم من عفاريت دمنهور اللي بثوا فيلم فيديو بيتعادوا فيه رجال الشرطة والجيش، وتم اقتيادهم إلى قطاع الأمن الوطني للتحقيق معهم. وأظهر الاستجواب المبدئي أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية. والمصدر بيقول حددنا أعضاء حركة عفاريت دمنهور، وأعضاء تلك الحركة هي التي تقوم باستهداف سيارات الشرطة، وزي ما قلنا تم القبض على 13 منهم. يذكر أيضا أن موقع جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة بث فيديو بعنوان ما سموه حركة عفاريت دمنهور بمناسبة مرور عام على تأسيسها، يحمل تهديدا لضباط الشرطة ويتوعدوهم بمفاجأة. أستاذ يسري البدري، برحب بحضرتك أستاذ يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بجريدة مصر اليوم. مساء الخير. أهلا يا فندم بحضرتك. دلوقتي حركة عفاريت دمنهور، ولدينا أيضا حركة دنك، وكان قبل كده كان في يعني كان بيقولوا كتائب حلوان. إيه الحركات دي أستاذ يسري؟ خطرها إيه؟ يعني خطرها إيه علينا وعلى رجال الشرطة وعلى رجال الجيش؟ يعني إيه الحكاية دي؟ والله هذه المجموعات أو الحركات هي بعد أن ضاقت هذه الجماعة الإرهابية من الحشد المنعدم والمحدود خلال مسيراتها خلال الأيام والشهور الماضية، بدأت في اختلاق بعض المسميات، من أطلقت على نفسها كتائب حلوان أو عفاريت دمنهور أو حركة ضنك، كلها جماعات أو حركات تنتهج أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كافة المتهمين في حركة كتائب حلوان، وكان آخرهم اليوم قبض على أحد المتهمين بمنطقة المطرية بالقاهرة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. ومن قبله تم ضبط الفتاة التي قامت برفع هذا الفيديو وهي مراسلة صحفية في شبكة رصد الإخبارية، ومن قبلها تم ضبط المحمدي أورتيجا وهو أحد أعضاء حركة حازمون التابعة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية السلفي. كل المتهمين في هذه القضية أمام النيابة العامة، تحديدا نيابة أمن الدولة للتحقيق. بالنسبة لحركة ضنك، هذه الحركة الشبابية التي أطلقت على نفسها أنها تطالب بالمعيشة الحرة ودعت إلى مظاهرات وتعظيم مرافق الدولة، تم القبض على عدد كبير منها. يكفي أن الحركة أعلنت أنه تم اعتقال 60، ولكن نيابة قصر النيل حبست 6 أشخاص، ونيابة الجيزة اليوم حبست 23 من المنتمين إلى هذه الحركة. اليوم وزارة الداخلية تعلن عن ضبط 16 متهم فيما عرفوا باسم عفاريت دمنهور. الغريب أن من يقوم على هذا الموقع ونشر هذه الفيديوهات هو أخصائي تدريس ومدرس، انتهجوا عدد من الصفحات منها عفاريت دمنهور وبنك البحيرة وأمنجيد دمنهور وألترس ضد الانقلاب والبحيرة تي في. هذه المواقع كانوا ينشرون عليها أساليب للتحريض على رجال الشرطة ورجال الجيش. التحريات أثبتت إلى أن هؤلاء الأشخاص متهمون ومنتمون إلى التنظيم الإخواني الإرهابي، هم يصعدون من الأعمال العدائية والتظاهرات المسلحة وقطع الطرق لتعكير صفو الشارع المصري. هم الفيديو الذي ظهر كان يظهر 3 أشخاص من الملثمون يتلون بيانا مكتوب يتضمن القيام بأعمال تخريب وتهديد قوات الأمن وقوات الشرطة، كما نشروا فيديو آخر لمسيرات حاملين فيها الشماريخ. عقد وضع هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى من وزارة الداخلية، تضمن قطاع الأمن العام والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتم استئذان النيابة العامة. طب أستاذ يسري، يعني الحركات دي هي يعني بتعمل أعمال إجرامية، ودائما اللي بيعمل أي عمل إجرامي بيحب إنه يتدارى، يبقى في الضلمة ما يبقاش في النور. إيه الهدف من إنهم يصوروا فيديو ويقولوا إن إحنا هنقتل وهنذبح وهندمر وهنعمل؟ إيه الهدف من ده؟ ده مش مفهوم برضه يا أستاذ يسري. الهدف من ذلك هو ترويع المواطن المصري العادي، ترويع كل المصريين الآمنين في مساكنهم أنهم مجموعة مسلحة قادرون على القيام بأعمال عنف. اليوم عندما تم ضبط المتهمين ومواجهتهم بالتحريات، اعترفوا اعترافات تفصيلية بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنهم لجأوا للقيام بأعمال تصعيدية ضد جهاز الشرطة بقصد
تغيير السلم العام عن طريق إنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الحاكم. هم يسعون بكل الطرق إلى محاولة التأثير على النظام الحاكم والضغط على النظام الحاكم. نعم. وإذا ربطنا ذلك بما يحدث من اعتصامات من بعض القوى والناشطين الآن في بعض المراكز الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، نعم، للضغط على القيادة السياسية وللضغط على الدولة لإفراج على متهمين في قضايا صحيح. نقرأ نلاقي أن الأمور كلها مقروءة بالفعل. أستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.